بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا سابع؟ أخذنا في الحصة السابقة أول سؤالين من أسئلة الكتابة، واليوم إن شاء الله سيتم تكملة هذه التدريبات. السؤال الرابع: حول الرقم في العبارة الآتية إلى حروف ثم أعد كتابة الجملة. هنا يوجد لدينا رقم سوف نقوم بكتابته بالأحرف. أسهم 300 مشاركا في نجاح مؤتمر العمل التطوعي. هنا 300، لكن باللغة العربية سوف نقوم بكتابتها ولفظها باللغة العربية الفصحى. هنا اتفقنا في الصف السادس أن من 300 إلى 900 تكتب بالحركات، أي تكتب حسب موقعها في الجملة. هنا تعد هذا الرقم مركب مع المئة، يعني 3 مع 100، 4 مع 100، هذه اسمها 100 مركبة، أي من 3 إلى 9 مركب مع 100. ولكن كيف يتم تحريك هذه الكتابة؟ اتفقنا بأن 300 هنا الجزء الأول 3 إلى 9 حسب يحرك أو نضع عليها الحركات حسب موقعها في الجملة، وتكون مضافة، ومئة دائما المركبة إعرابها مضاف إليه مجرور. إذا 100 المركبة دائما مضاف إليه مجرور، والأرقام المركبة معها حسب موقعها في الجملة. أسهم 300 أو 300 أو 300. من الذي أسهم 300؟ الموقع الإعرابي الذي نسأل عنه بمن؟ من الذي أسهم 300؟ الموقع الإعرابي للإسم الذي نسأل عنه بمن؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا هنا موقع العدد 300 هو 300 مشاركا. لماذا؟ لأنها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، ومئتي مضاف إليه مجرور. إذا يا سابع، 100 عندما تكون مركبة نقوم بإعراب الجزء الأول من 3 إلى 9 حسب موقعها في الجملة، وهي مضافة، ومئتي مضاف إليه مجرور. أما 100 المفردة، مثلا نقول درست 3 صفحة من الكتاب، نقول درست، نحولها للكتاب، 300. لماذا؟ ماذا درست 300؟ الموقع الإعرابي الذي نسأل عنه بماذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، ومئة مضاف إليه. هذا هو شرح 100 المركبة. أما 100 المفردة، من يتذكرها يا سابع؟ 100 المفردة دائما تكتب على نبرة لأنها مفتوحة وما قبلها مكسور، وتحرك حسب موقعها في الجملة. مثلا قطفت 100 شجرة زيتون. هنا ماذا قطفت 100؟ الموقع الإعرابي لمئة مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف، وشجرة مضاف إليه. إذا عندنا قاعدة يا سابع، 100 عندما تكون مفردة تعرب حسب موقعها في الجملة، والاسم الذي يليها مضاف إليه مجرور. هذه هي 100 المفردة. أما 100 المركبة فتعرب الجزء الأول من 3 إلى 9 حسب موقعها في الجملة، وتحرك حسب موقعها في الجملة، وهي مضافة، ومئتي مضاف إليه مجرور. إذن 100 المركبة إعرابها مضاف إليه مجرور، أما 100 المفردة حسب موقعها في الجملة، حسب موقعها في الجملة. سأقوم إن شاء الله بتلخيص هذه القاعدة وإرسالها لكم، الرجاء كتابتها وإرسالها لي على المنصة. أما الآن ننطلق إلى السؤال الخامس، وهو املأ الفراغ بالرسم المناسب للهمزة فيما يأتي. من يتذكر يا سابع كتابة الهمزة وقواعد كتابة الهمزة؟ من البطل الذي يتذكر؟ تحدثنا فيما سبق أن أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. كسرة، ضمة، فتحة، سكون، هذه هي الحركات، أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. هيا بنا نبدأ.
سؤدد، هل تكتب الهمزة على واو أم ألف أم نبرة؟ سؤدد هنا نختار على واو، لماذا؟ لأنها ساكنة وما قبلها مضموم، لأنها ساكنة وما قبلها مضموم، والضمة أقوى من السكون. إذا سؤدد ألف، هنا الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم والضمة أقوى من السكون. هذه هي قاعدة الهمزة على واو، إذا أتت ساكنة وما قبلها مضموم فالضمة أقوى من السكون. باء، بئر، بئر. يا هل ترى يا سابع نختار الهمزة على ألف أم على نبرة أم على واو؟ كونها ساكنة وما قبلها مكسور، إذا الذي يناسب الكسرة شكل الهمزة على نبرة، بئر، بئر. كتبت هنا الهمزة على نبرة لأن هي ساكنة وما قبلها ماذا؟ مكسور. جيم، تفاؤل، تفاؤل. هل نختار همزة متطرفة أم على واو أم على ألف؟ تفاؤل نختار على واو لأنها مضمومة وما قبلها ساكن والضمة أقوى من السكون، فنمثل الضمة على واو. إذا أصبح لدينا قاعدتين لكتابة الهمزة على واو، إذا أتت ساكنة وما قبلها مضموم أو إذا أتت مضمومة وما قبلها ساكن، الضمة أقوى من السكون فتكتب على واو. أما النبرة، أما الهمزة عفوا على نبرة، تكتب على نبرة عندما تكون ساكنة وما قبلها مكسور، بئر، بئر. دال، حدائق، حدائق، حدائق. هنا هل هي على نبرة أم ألف أم متطرفة؟ على نبرة. لماذا؟ لأنها مكسورة وما قبلها ساكن، حدائق، إذا مكسورة وما قبلها ساكن، حدائق. إذا هنا قاعدتين، يوجد لدينا قاعدتين لكتابة الهمزة على نبرة، عندما تكون الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور، أو إذا كانت مكسورة وما قبلها ساكن فنكتبها على نبرة. ها، فأس، فأس. هنا فأس تكتب على ألف، لماذا؟ فأس لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، فالفتحة أقوى من السكون، الفتحة أقوى من السكون فاخترنا على ألف. واو، مسؤول، مسؤول. نختار الهمزة على واو لأنها مضمومة وما قبلها ساكن، لأنها مضمومة وما قبلها ساكن. زين، ناشئة، ناشئة. هنا الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور، من أقوى يا سابع، الكسرة أم الفتحة؟ الكسرة، فالأولوية للكتابة للشكل الذي يناسب الكسرة وهو النبرة. ناشئة لأنها مفتوحة الهمزة وما قبلها مكسور، والكسرة أقوى من الفتحة. يتساءل، يتساءل. لماذا هنا اخترنا الهمزة على السطر؟ لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف المد ساكن، لأنها مسبوقة بحرف المد. يتساءل، إذا سبقت الهمزة بحرف المد تأتي متطرفة، يعني على السطر لأنها سبقت بحرف المد الساكن. إذا يوجد لدينا القواعد بأن كتابة الهمزة على واو إذا أتت ساكنة وما قبلها مضموم زي سؤدد، أو مضمومة وما قبلها ساكن مثل تفاؤل، وعلى ألف إذا أتت ساكنة وما قبلها مفتوح مثل فأس. وإذا كتبت على نبرة ما قاعدتها يا أبطال؟ بئر، إذا أتت ساكنة وما قبلها مكسور، أو إذا أتت الهمزة مكسورة وما قبلها ساكن مثل حدائق. وهنا تكتب على السطر متطرفة لأن ما قبلها حرف مد أو علة وهو الألف، وهو الألف. هكذا قمت بإجابة التدريب الرابع والخامس، سأواتيكم إن شاء الله بتلخيص هذه القواعد. وفقكم الله ورعاكم يا سابع.